أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل فاصفح الصفح الجميل. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق.
ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولا تحزن عليهم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عيناك
الإسرائيلية تنزل عليك. تقبل الله منا ومنكم، اللهم تقبل يا رب العالمين، اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم آمين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الله 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 الله. فسوف يعلمون. يا إله إلا الله. ولقد نعلم أن صلي عليه اللهم صل وسلم. رحمة الله عليهم أجمعين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يا ربك حتى يأتيك اليقين.
علمنا. حاضر حاضر. سبحان سبحانه وتعالى عما يشركون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى الله يتقبل. ما شاء الله ما شاء الله. فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجل. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على لا شك أن أنذروا أنه لا إله إلا
يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها والأنعام خلقها والأنعام خلقها لكم فيها دفء اللهم آمين يا رب حجة لنا يا رب والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. بهذا البلد بقراءة القرآن. اللهم إنا نسأل الله القبول حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له
الله يتقبل. الله يتقبل من منكم. بارك الله فيك. الرحمن الرحيم والتين والتين.
سنين. وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. صدق الله.